أعزائي مستمعي راديو الأهرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من الأهرام في المدرج. معانا الأستاذ الصحفي محمود صبري، رئيس قسم الرياضي بالأهرام ورئيس تحرير صفحة الأهرام في المدرج. أهلا بك يا أستاذ محمود. أهلا بك. أهلا، شرفتنا. معايا الزميل الأستاذ نادر الشتري. أهلا بك يا أستاذ نادر. أهلا بك. أهلا بك. محمود، ده رأيك بسرعة الهبوط، في 7 أو 8 فرق كده هيخبطوا في بعض، إيه رأيك؟ لا، صراع الهبوط المرة دي مختلف خالص، وفي جملة اشتباكات يعني كبيرة جدا، وربنا يكون طبعا بعون اللعيبة والأندية. والنقطة دلوقتي بتفرق، يعني احنا لو بصينا على الخريطة وجبناها كده من تحت كده وعملنا كده عملنا قراءة فيها، هنقول ان فريق المقص خلاص فقد كل الفرص. ممكن تكون مبارياته مع بعض الفرق اللي بتصارع مؤثرة تتلعب فيها دور الفوز فيها ومقص دلوقتي بيبقى هدفه دلوقتي ان هو ايه؟ اللي هو دلوقتي سواء لعيبة. لكن انت عندك في جملة الصراع حوالي 7 أندية، قول منهم 4 اللي هيتقاتلوا عشان يهبط منهم 2، وفي 3 عندهم فرص شوية، بس ما تضمنش في ال6 ماتشات الجايين ممكن تحصل مفاجأة. عندك الجونة 27 نقطة، عندك المقاولين 25، استر كمباني 27، المحلة 30، عندك كمان في انبي 31 نقطة، الاسماعيل 32، والاتحاد 33. الغريب الحاجة اللي قريتها النهاردة في اسماعيل، يقول لك احنا خلاص بعد ما ضمننا البقاء هنبدأ نقدم عروض فنية وهتشوف. يا عم ده الدوري، ده انت لسه ما تصريح ما تأكدتش يعني من المسألة، عنده ماتش لسه مؤجل يعني. حاجة غريبة برضو يعني، اقدم عروض استعراضية. عروض استعراضية ايه بس يا رب؟ في ماتشات هتقول لك الملامح عامله ايه. احنا عندنا الجونه هيلعب مع الزمالك يوم الجمعه، هتبص انت بقى الجونه والزمالك هيبقى برضه هيبقى ماتش صعب جدا على فرقه الجونه، لانها بتمر بظروف رغم انها تمتلك مدرب كبير، لكنها كانت خسرت ماتش مهم جدا برضه امام الاسماعيلي 3-0، وكان اداء غير متوقع يعني، كان مفاجاه لفرقه الجونه انها تلعب مباراه مفتوحه بالصوره دي، وهي ما حدش توقع انها تخسر من الاسماعيلي 3-0. كان في حاله استسلام يعني، مش دي الجونه كانت بتلعب قدام الاهلي، والاهلي عاني عشان يقدر يوصل للمحله. هيستدرك بيراميدز الاسبوع الجاي، ده ماتش في غايه الصعوبه كمان، لسه هيبان يعني المنافسات الثانيه. استرن برضو بامانه شديده على لعب عالي، عامل فريق اتطور بشكل كبير جدا، وعامل كذا مباراه مفاجاه، يمكن اخيرا بفوز على سيراميكا. لا شك انه دي دفعه وعنده امل، فالمباراه الجايه بالنسبه له تبقى مباراه فاصله، لانه انك انت توصل لنقطه 30 يبقى انت قربت بنسبه 60 الى 70% منطقه الامان، من منطقه الامان في 6 مباريات جايين. محتاج منهم كام؟ محتاج من الستة 18 نقطه. انت محتاج من ال 18 نقطه دول 10 نقاط عشان تبقى انت تحط رجلك كده وتتربع كده وتقول لو حد ايه انا كده ضمنت البقاء. طيب في الدوري عشان ليه بقى عنده عنده امبي يوم 4-8 وعنده طلائع جيش 8-8. طيب استرن عنده مين؟ امبي وعنده اهلي وزمالك، والمنافسه شرسه. لكن تقدر تحدد تقول ملامحها من قاعد ومن اللي مش قاعد؟ لا، صعب جدا. اعتقد الحسم ده هيكون ممكن لاخر اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي، لانه الحسابات هتبقى مختلفه خلاص بعد ما الموسم اتضح، خلاص البطل ملامحه بتتشكل، كمان الهابطين ملامحهم هتتشكل بصوره اخرى من النتائج. بس صلاحهم تحت اشرس من ما انا اشرس طبعا، ما انا بقول لك هيبقى الصراع يعني. لو شفنا ورجعنا مباراه المقاولين والاهلي وشفنا حجم الصراع في الملعب كان عامل ازاي، طبعا المقاولين كان بيقاتل عشان ياخد النقطه، بيقاتل على نقطه بالظبط، فالموضع صعب جدا. المحله طبعا فوزها على سموحه 1-0 برضو يعني رجعها في بيراميدز، سيعاني في المحل، بيراميدز سيعاني في المحل، وربما تكون هناك مفاجاه اخرى. وفوز استن على المصري، فوز استن على المصري طبعا ده كانت مفاجاه برضو من الحاجات الغريبه جدا برضو، ما دي عملت ازمه في المصري برضو يعني، حتى يعني حسام حسن عمل مشكله مع اللعيبه وعمل مباد وكده. لكن استن خلاص معنويات بدات ترتفع بقى، يبقى خلاص كده ما حدش في استسلام، فهيبقى مثلا الماتش الجاي مع امبي هيبقى مفاجأة يعني، وإرمي بيترنح من وقت حلم طولان وخلاص. إمبي لا، ربما إمبي كمان يبقى عنده مشكلة يعني، ممكن تحصل مفاجآت، وإمبي حتى الآن لما يتذوق طعم الانتصار منذ إيه؟ إمبي عنده إمبي منذ أن تركه مين؟ حلم طولان لما يذوق طعم الفوز. إمبي في المركز ال 13 يعني، فهو عنده 31 نقطة ممكن ينزل ولا 22 على فكرة. لو ما فشي وفز وكسب عليه إستن ممكن يبقى عنده مشكلة خلاص، لأنه إمبي برضه هيبقى عنده الأهلي،
انبي عنده الاهلي وعنده وانبي عنده الاهلي عنده ماتشات تقيله جدا انبي. لا كلهم عندهم ماتشات صعبه وكلهم قبل. بص البقاء سيكون للاكثر شراسه واكثر روح وصمود والاكثر استفاده من الفرص اللي بتجيله والاقل اخطاء, واللي بيعرف المباريات دي لا تلعب انما تكسب. يعني ما حدش هيضمن البقاء مثلا الا في اخر اسبوعين او اخر اسبوع او اخر اسبوع او اسبوعين هم كلهم على فكره. انا بكلمك في اخر اسبوع او اسبوعين هتبقى في مفاجآت وهتبقى صعبه جدا, عشان كده يتوجب على اتحاد الكوره انه يختار اطقم دوليه سواء على الفار او سواء على ايه على ارضيه الملعب. هيكون عبء كبير جدا على التحكيم في, لا في طبعًا تحديد الهابطين بالذات. مشكله في انديه ممكن تطالب بحكام اجانب على فكره. لو وصلت الامور الى مباريات هتبقى فاصله لتحديد, ممكن في انديه ستطالب بالاستعانه بحكام اجانب لضمان المزيد من الحياديه. فبتهيألي الحكم اللي على الفار دلوقتي بقى اهم من حكم الملعب. هل دلوقتي اللي بيختار الحكام هو مارك لاتنبرج؟ لا. ولا لسه لجنه الحكام هي اللي صبحا فتح سمع فتاح ومظلم مهيمن ومسيطر على لجنة الحكام بيعملوا عايزه. كلاتنبرج يختار الحكام الأجانب. يعني هو اللي بيجيب لك الحكام ومعاه 6-7-7-8 أطقم منتشرين في كل أوروبا اللي بيتعامل معاهم. اليونان, إسبانيا, بولندا, البرتغال, اللي مش عارف دول الناس اللي بيتعامل معاهم يعرفوا بيوزع عليهم إيه الماتشات الماتشات بتاعتهم. يعني كلاتنبرج بجد تعاقده مع رابطة الأندية اليونانية طبعا ملا. لا ما أنت ماضي معاك عقد إزاي؟ هيشتغل هنا وهناك مستشار كده من هو ماضي ما ده السؤال. ايوه انا السؤال اللي احنا طرحناه يا نادر وقلنا ايه, الايمان بالفكره ولا بشخص؟ الايمان بالفكره, مش لازم اجيب كلاتنبرج, لا انا اجيب حد تاني اقول للاخين الناس بعلاقاتي في الفيفا انا عاوز حد يجمعني يجي يطور لي التحكيم, عاوز اسم كبير يجي يطور لي التحكيم, عندي مشاكل يجي يقول لي يقعد معايا سنه اتنين يقول لي اعمل ايه. ما تجيبش يا عم كلاتنبرج, هات يا عم حد يطور التحكيم ويقعد يتابع الناس دي وناس تشتغل معاه بضمير انا عاوزه تنجح, مش جايب عشان اكل عيشي والراجل ده هيجي يمشيني فانا ببص له واقول عليه. ما انا اتكلم برضه بمنطق برضه ولازم اقدمني واقول له الحقيقه واقول له كل حاجه. انت عاوز تعمل مسابقه وتشيل من دماغك المشهد يا جماعه, مشهد مربك. هو اكيد شايف كل ماتش ده. ايه كل ماتش اتلعب نطلع نقول ده مفوت, ده مش حاجه غريبه جدا. انت مش مدرك انك انت حجم الضرر بتضرب بالمسابقه بتاعتك وبسمعه الناس اللي عندك, وكانه كل شيء عندنا بقى مباح ومستباح. عامل غريب في غايه الخطوره. لا 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 اتحاد الكره مش داوم من ايام محمد مجاهد, وانا كلمت احمد مجاهد قلت له لازم تاخد قرار وتدافع عن سمعه المسابقه بتاعتك, ولا كانه ولا حياه لمن تنادي ولو ناديت لا اسمع تحيه. كده انتهت حلقتنا في الاهرام في المدرج على راديو الاهرام بالاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام ورئيس تحرير الاهرام في المدرج. اشكرك انك حضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده, واشكر الاستاذ نادر الشاطري. شكرا ليك, وانتظار حلقات قادمه ان شاء الله على راديو الاهرام في الاهرام في المدرج.